يقول السائل: أثناء الطواف يكون الازدحام شديدا، ويكون هناك أحيانا احتكاك مع النساء، فهل ينتقض بذلك الوضوء؟ ذكرت يعني قبل قليل مسألة لمس المرأة وأنه لا ينتقض الوضوء، سواء لمس المرأة بيده أو ببدنه، سواء بشهوة أو بغير شهوة. والمتصور أنه في الطواف لا يمكن لأحد أن يلمس المرأة بشهوة، لكن قد تقع يده بسبب ازدحام وكذا، فلا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. فإذا قدر وخرج منه شيء، نعم ينتقض وضوءه ويذهب يتوضأ، على قول جماهير أهل العلم أن الطواف لا يصح إلا بطهارة.